إنا كفيناك المستهزئين. صلى الله عليه وسلم مر ب 26 محاولة فشلوا كلهم ومع ذلك لا اليأس. هو معقول النبي صلى الله عليه وسلم هو يصح ان احنا نقول ان النبي مر بمحاولة فشلت؟ اه ينفع، بل بالعكس، عشان تعرف ان التجربة تجربته صلى الله عليه وسلم تجربة مفيدة للإنسان، مش تجربة مثالية خارقة. فاهمين الفكرة؟ ما هوش دين مثالي يصعب تحقيقه وتقليده، لا، دي تجربة بشرية. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. انت سمعت مني عبارات قبل كده بس مطلوب أقولها الآن، مطلوب أقولها الآن. خلي بالك، أنا قلت قبل كده لحضرتك لقد نجح المصطفى، ما يجيش بقى واحد فاشل يطلع لي على فضائية وقول فشل النبي في رحلة الطائف. انت اللي فاشل وأفشل أهل الأرض. لما تقول فشل النبي في رحلة الطائف تبقى انت اللي أفشل أهل الأرض يا فاشل. نبي ما فشلش وما لم يفشل قط، وما فشل النبي قط. والله العظيم كلام يبكي دما بدل الدم، يطلع مطنطن كده ولو رقبته وعلى فضائية يقول النبي فشل في رحلة الطائف. انت اللي فاشل وأفشل أهل الأرض. ما فشل محمد قط، ما فشل محمد قط صلى الله عليه وآله وسلم بأبي وأمي وقلبي وكياني وروحي، والله ما فشل في موقف من المواقف ولا في لحظة من اللحظات، بل هو الذي علم الدنيا النجاح، وهو الذي علم الدنيا الوفاء، وهو الذي علم الدنيا العطاء، وهو الذي علم الدنيا الأدب، وهو الذي علم الدنيا كل فضيلة. تطلع انت يا فاشل وتقول النبي فشل في رحلة الطائف؟ لا والله ما فشل، والله ما فشل قط صلى الله عليه وآله وسلم. ما لسه سامحني والله انفعلت لأن قلبي بيحترق يا أخي. أنا ما اقبلش واحد يقول كلمة بهذه السخافة على سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم ثم يدعي أنه ممن يدعون إلى الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف علينا خيرا منها يا أرحم الراحمين. بقول لحضرتك لقد نجح المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.